السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نتكلموا حول الناسخ والمنسوخ في القرآن. نعرف احنا اللي ياسر من المسلمين، يعني نقصد من عامة المسلمين، ما يعرفوش اللي موجود في الإسلام وخاصة في القرآن الناسخ والمنسوخ. واللي أغرب من ذلك أنه كثير من اللادينيين أو الملحدين ما همش فاهمين بالقدا معنى الناسخ والمنسوخ، وما هي الآيات المنسوخة وما هي الآيات اللي مش منسوخة أو المحكمة. نعرف احنا وقت نجيو باش ننقدوا ايديولوجية أو ننقدوا دين، لازمنا نعتمدوا على الأفكار أو القواعد الأساسية في هذه الإيديولوجية واللي عليها إجماع. ما نجمش أنا ناخذ شبهة أو ناخذ حاجة قالها أحد العلماء المسلمين ونعتبرها تمثل الإسلام الكل ومن غاديك ننقد الإسلام. هذا الأسلوب هو أسلوب أنا بالنسبة لي أعتبره دنيء. ومع الأسف كثير من اللي يعرفوا الإسلام من المسيحيين أو يدعون إلى ديانات أخرى يعتمدون هذا الأسلوب ويعتمدون على جهل المسلمين بالدين الإسلامي، عامة المسلمين، باش يبدلوهم ويخرجوهم من الإسلام ويدخلوهم في المسيحية أو ديانات أخرى مهما كانت. وأنا لاحظ اللي في النقد متاع المسيح للإسلام دائما عنده هدف، الهدف هو إخراجهم من الإسلام وإدخالهم للمسيحية. والمسيحية لا تختلف كثير عن الإسلام، ومعروف التاريخ متاعها المظلم، ويمكن نقوله للمسيحية اليوم هي قامت بعملية تجديد للدين متاعها وطورته كيما توا المسلمين يحاولوا باش يجددوا الدين ويظهروه بمظهر إنساني. أما راهي الديانات الإبراهيمية كلها هي ديانات منحطة أخلاقيا وإنسانيا. صحيح اللي توا الإسلام هو اللي مازالت الأغلبية متاعو مازالوا ما تطوروش، ولكن هناك في الإسلام يعني تيارات تدعو إلى الإنسانية والتفتح ويؤولون الإسلام بطريقة خلاف ما جاء عليها، بينما هذه الديانات الإبراهيمية كلها سوى اليهودية وهي الأصل أو المسيحية أو الإسلام هي مصدرها واحد وهي متوارثة أب عن جد وقواعدها واحدة، وهي الهدف متاعها هو استعباد الإنسان. وإحنا الهدف متاعنا كملحدين أو كلادينيين أن نحرر الإنسان من هذه العبودية لهذه الأديان وهذه الأفكار، رغم اللي فما ديانات أخرى يعني تعتبر فلسفة دينية أو ديانات طبيعية، بينما هذه الديانات الإبراهيمية هي ديانات عبارة على لوبيات وأحزاب سياسية عندها أهداف اقتصادية وأهداف توسعية. قبل ما نبدأ لازمنا نعرفوا ثلاثة حاجات مهمة جدا باش نفهموا النسخ والمنسوخ. ساعة النسخ والمنسوخ هو أنك تنسخ آية مكان آية أخرى، ونعرفوا كلمة النسخ شنو معناها، يعني نبدل حاجة بحاجة، نقول حاجة من بعد نجي نقول حاجة أخرى، هذا هو يعني الكلام الأخير هو ينسخ الكلام اللي قبله، هذا مفهوم وأي إنسان ينطق باللغة العربية يفهم شنو معناها النسخ والمنسوخ. الثلاثة نقط المهمة هي النقطة الأولى أن في الإسلام النسخ لا يكون إلا في الأحكام ليس في الأخبار، يعني ميجيش مثلا يحكي لك قصة ويقول لك مثلا أنه موسى مشى عند فرعون وقال له آمن معناتها بالله ولا غيرها، ثم يجيب آية أخرى يقول لك لا موسى ما مشاش عند فرعون أو يبدل الخبر لازم معناتها ما فماش نسخ في الأخبار. يعني وقت يحكي قصة القرآن ما يجيش من بعد في آية أخرى يحكي قصة أخرى في نفس الموضوع ويبدلها، هذا مش موجود. إذن النسخ في الأحكام، شنو هو الأحكام؟ مثلا فما حكم موجود
يجي يقول لك مثلا هذا الحكم موجود، من بعد يجيب لك حكم آخر، ويعتبر الإسلام هو بحد ذاته يعني نسخ للديانات السابقة. يعني النسخ موجود، وما نقولوش ان النسخ موجود كان عند المسلمين، يعني موجود حتى عند المسيح وعند اليهود، وهذه مسألة معناتها معروفة تنجموا تراجعوها. يعني احنا كما قلنا ان الإسلام لم يأتي بشيء جديد، الإسلام هو يتبع شنو اللي جاء من قبله، والإسلام يعتبر نفسه هو ناسخ، يعتبر هو ناسخ لكل الشرائع اللي قبله. النقطة الثانية المهمة اللي لازم نعرفوها، اللي في القرآن هناك آيات عامة وآيات خاصة. يعني ساعات آية قرآنية تحكي لك على حاجة عامة، مثلا يقول لك مثلا أقتل المشركين مثلا، ولا حاجة المسألة هذه كما بصفة عامة، ولا الكفار، ولا حارب الكفار، ولا حاجة. من بعد يجيب آية أخرى خاصة يتكلم مثلا على الجزية لأهل الكتاب. فهنا لا يمكن أن نتكلم عن الناسخ والمنسوخ بين آية عامة وآية خاصة، لأن الفقه أو العلوم القرآنية تفرق من بين آية عامة وآية خاصة. ورغم اللي هذه مشكلة يعني وقع فيها كثير من علماء المسلمين، أنهم ينسخوا آيات وهي هذه الآيات عامة، فهمت؟ ما نجموش ننسخوها، على خطر النسخ لازم يكون من خاص الخاص، ما يكونش من خاص العام. هذه مسألة مهمة، يعني فما آيات خاصة وآيات عامة، لازمنا نفرقوا من بين هذه الآيات. وطبعا نتكلم في الفيديو هذه كيفاش وقعت الشبهة في هذه المسألة، واللي وقع فيها كثير من الناس مع الأسف. النقطة الثالثة هي أسباب النزول والظروف التي نزلت فيها الآية. فما هناك آيات في علوم القرآن يعني معروفة، آيات نزلت في حالات خاصة، مثلا في وضع معين في المدينة ولا غيرها، فهمت؟ وضع خاص نزلت فيها آية، لا يمكن، أو حتى في مكة لا يمكن أن نتكلم عن النسخ والمنسوخ دون العودة إلى أسباب النزول والظروف الذي نزلت فيها الآية هذيك. هذه الثلاثة نقط هما معناتها نجم نعتبروهم أساسيين لفهم النسخ والمنسوخ في القرآن. كما قلت لكم النسخ والمنسوخ لم يأتي به الإسلام، موجود قبل الإسلام، وعند اليهود نجدوا ياسر حاجات نسخت، مثلا كما نقولوا آدم وحواء يعني أولادهم معناتها عرسوا ببعضهم، من بعد تم نسخ ذاك وتحريم، يعني نسخ معناتها طبيعة موجودة في الديانة الإبراهيمية بصفة عامة، سواء اليهودية سواء المسيحية سواء الإسلام. هذه معناتها نقطة مهمة. والنسخ والمنسوخ ليس مذكور في السنة ولا في أحاديث محمد، بل النسخ والمنسوخ موجود في القرآن. والحقيقة معناتها إنها ديما نقولوا اللي المصدر القرآني هو أقدم مصدر عنا، يعني أقدم في الكتابة، يعني كتب القرآن قبل السنة. إذن معناتها اللي يحب يدرس الإسلام لازم يفهم النص القرآني، وخاصة اليوم نلقاو ياسر معناتها من المسلمين تخلاوا على السنة وتمسكوا كان بالقرآن، علاش؟ خاطر يعتبروه هو المصدر الوحيد، لأن السنة فيها ياسر أقاويل وياسر كيما نقولوا احنا هزان ونفضان. إذا يقول لك أنا نشد كان القرآن، رغم اللي حتى القرآن فيه هزان ونفضان، ولكن نجم نلعب به ونجم نأولوه وأكثر سهولة وأكثر مرونة من السنة أو الأحاديث المنقولة. إذن هذه نقطة مهمة أن نبين أن النسخ المنسوخ مذكور في القرآن. فما زوز آيات تتكلم عن النسخ والمنسوخ في القرآن. الآية الأولى تقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. النحل 101. هذه الآية واضحة وباينة. لو نلاحظوا في الآية هذه موجودة كلمة مفتر، يعني في عهد محمد
وقت كان هو يبدل كل مرة يبدل، الغير المسلمين اتهموه بالافتراء، قالوا له يعني كان جاء كلامك من عند الله مش كل مرة تبدل، كل مرة تجيب لنا حكاية، كل مرة تجيب لنا حكاية، كل مرة تجيب لنا حكم. إذن هذه الآية نزلت، أو نقول نزلت بمفهوم إسلامي، أما يعني جاء بها محمد أو كتبها من جاء بعد محمد لكي ينهي هذه المشكلة ويلقى مخرج للتناقضات اللي موجودة في القرآن. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة البقرة آية 106 تقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني هذه الآية واضحة تتكلم عن النسخ، كيفاش إن الله ينسخ الآية يجيب آية أخرى كيفها ولا خير منها. إذن من ينكر، فما كثير من علماء المسلمين خاصة معناتها الآن يعني اللي حادثين اللي يحبوا يجدوا الإسلام ينكرون النسخ والمنسوخ في القرآن، وطبعا بينوا علاش ينكروا وشنية الفكرة متاعهم من وراء هذا الإنكار. ولكن هناك إجماع لكل علماء المسلمين، يعني أغلب علماء المسلمين سواء السنة سواء الشيعة، أن النسخ والمنسوخ موجود في القرآن، وأن معناتها بدأ في عهد محمد، والنسخ والمنسوخ إلا في فترة ما يسمى بالوحي. يعني لا يمكن أن يكون هناك نسخ ومنسوخ بعد الوحي، خاطر معناتها واضحة الآية اللي تقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقتها نزلت هذه الآية ما عادش فما لا نسخ لا منسوخ، ولا كل شيء الأمور واضحة والإسلام أصبح باين. إذن هذه النقطة الأولى معناتها باش تفهم شنو معناها النسخ والمنسوخ، اللي هو معناتها نجم نقوله من القواعد في تفسير القرآن وفهم القرآن، ومن القواعد الأساسية في الإسلام. نحاولوا توا نفهموا ما هي أنواع النسخ في القرآن. وهنا حبيت زيد نبين حاجة، راهو النسخ يعني موجود في القرآن وموجود حتى في السنة، لكن احنا باش نختصروا على القرآن فقط، لا داعي أن ندخل في متاهات السنة. هناك أربع أنواع من النسخ في القرآن. النوع الأول هو أنه يدعي محمد أنه جاءه قرآن ويحفظه الصحابة، فهمت، يحفظوه الصحابة ويكونوا معناتها يردوا فيك على أساس أنه قرآن وأحكام وكذا، ثم ينسخ تلاوته وحكمه. تتنسخ تلاوة متاعه والحكم متاعه، وكأنه ما فماش جملة واحدة، ويبقاو الصحابة يقرأوا فيه بعد لا يتم نسخه، ولكن ما يقولوش إنه من القرآن، ما يقولوش إنه من القرآن، يقولوا هذا معناتها كلام يعني من كان من القرآن ولم يعد من القرآن. فهمت؟ فما عدة آيات حتى صور، فهمت، كانوا الصحابة يقولوها ثم أصبحت ليس من القرآن، ولكن الصحابة بقاو يتذكروها ويعاودوا فيها، ولكن ما يقولوش إنها من القرآن. هذا النوع الأول، ما يسمى إن نسخ تلاوته وحكمه والصحابة بقاو يتذكروا فيها. النوع الثاني هو كما هذا النوع الأول، إلا أن الصحابة نساوها، كما مثلا يقولوا مثلا في الكتب الإسلامية أن سورة الأحزاب كانت في طول البقرة، ولكن الصحابة نساوها. فهمت؟ يعني تم نسخها ونساوها، يعني نسخت تلاوتها وحكمها وتم نسيانها أصلا. حتى فما قصة متاع معناتها جماعة من الصحابة كانوا يقرأوا في سورة قرآنية، فجاءوا نهار باش يقرأوها، يا أخي لقاو رواحهم ما يتذكروا كان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي مشاو لمحمد قالوا له رانا فما سورة كنا نقرأوها ورانا نسيناها. يا أخي قال لهم راه الله هو اللي نساكم فيها، على خاطر هذيك تم نسخها حكما، فهمت، وتلاوة ونسيانا. هذاك علاش الآية
معناتها اللي تتكلم على النسخ وتبديل الآيات، يعني يقول ننسيها، يعني الله يمكن أن ينسي آية. طبعا هذا في إطار المفهوم الإسلامي. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من النسخ هو الذي نسخ النص نتاعها لكن بقى حكمها، كيما الشيخ والشيخة إذا زنا فرجموهم البتة أو اقتلوهم البتة. هذه آية معناتها ذكرها عمر وذكرها كثير، معناتها يقولوا إن الرجم كان موجود في عهد محمد، وكانت فما آية تدل على رجم المحصن، يعني الإنسان المحصن المتزوج عندما يزني يرجم. وهذه الآية تم نسخها تلاوة، ولكن الحكم نتاعها اللي هو حكم الرجم باقي. هذا النوع الثالث. والنوع الرابع هو نسخ حكمها وبقت التلاوة نتاعها، كما مثلا آية الخمر يقولك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، من بعد نسخت بالاجتناب أو بالتحريم. إذا الآية تقرأ في القرآن وموجودة في القرآن، ولكن الحكم نتاعها تبدل بآية أخرى وحكم آخر، وآيات كثيرة في المسألة هذه. المهم نرجع للآيات معناتها المنسوخة في القرآن. وقت نجيو نحسبوا الآيات المنسوخة في القرآن بصفة عامة بدون إجماع، يعني هذه معناتها قال أحد العلماء المسلمين أنها نسخت، بينما الأغلبية قالت لم تنسخ، نلقاو أكثر من 500 آية أو 600 آية تقريبا يقال إنها نسخت في القرآن. ولكن عندما نعود إلى إجماع المسلمين نلقاو عدد الآيات المنسوخة لا تتجاوز تقريبا بعض العشرات، نقولوا 40 20 30 50، يعني في الحدود هذيك على حسب الإجماع. يعني هل هو إجماع معناتها كبير، يعني معناتها إجماع معناتها مطلق، وإلا إجماع معناتها أقل. إذن عدد الآيات الذي يجمع علماء المسلمين على نسخها فهي قليلة لا تتجاوز العشرات، بينما عدد الآيات المنسوخة بصفة عامة هي تبلغ تقريبا 500 آية. هذاك علاش في بعض الأحيان معناتها نستدل بآية، معناتها بعض اللادينيين أو الملحدين يقولوا آية ويقولوا إنها نسخت مثلا بآية السيف، نعرف احنا سورة التوبة معناتها تعتبر وآية السيف، يقولوا انها نسخت 124 آية. نعرفوا اللي احنا القرآن يعني خاصة في مكة كان نوعا ما مسالم، يعني مسالم، وكان يتكلم على السلم وعلى التعايش وعلى التحابب وعلى النقاش والحوار. ثم قرآن المدينة كان أكثر شدة بقيام الدولة الإسلامية، وظهرت آيات الجهاد والحرب والقتال وغيرها. فلهذا نلقاو المتشددين خاصة السلفيين يعني من المسلمين يعني يعتبروا كل آيات السلم والمحبة ومعناتها والتعايش مع غير المسلمين نسخت بآية السيف. ولكن هل قولهم هو إجماع؟ لا، ليس إجماع، هي إجماع عندهم. ولكن الإسلام ليس إلا السلفية، هناك مذاهب في الإسلام كثيرة. صحيح معناتها الإسلام يعني واضح إنه معناتها لا يقبل الآخر، ولكن فما أسلوبين في التعامل، فما الأسلوب المتشدد في عدم قبول الآخر، وفما ما يسمى بالأسلوب الغير متشدد الذي يعتمد معناتها مرتبة بالمرتبة بشوية بشوية. وهذا اللي خلى ما يسمى بالمسلمين المعتدلين أو غيرهم معناتها اللي يحبوا يجدوا الإسلام أنهم ينكرون مسألة النسخ والمنسوخ في القرآن. باهي أنا مانيش باش نذكر ساعة توا كل الآيات اللي تم الخلاف عليها، وإنما أذكر ثلاثة آيات كمثل، وينجم الواحد منكم يرجع يبحث ويدقق ويشوف كل آية هل تم الإجماع على نسخها أم لا. مثلا بعضهم مثلا اللادينيين يجي مثلا يبدأ يحكي مع المسلم، المسلم يقول لكم دينكم ولي ديني، سورة الكافرون، فهمت؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهمت؟ معروفة سورة الكافرون.
يرد عليه اللاديني يقول له هذيك الآية نسخت بآية السيف. صحيح هناك من العلماء من اعتبرها منسوخة، ولكن أغلب العلماء يقول لك لا، لأن عندما نرجع لأسباب نزول هذه السورة، هي وقت جماعة من قريش جاءوا لمحمد قالوا له إيجا نتقاسم، تعبد شوية معانا ونعبد شوية معاك. يا أخي نزلت هذه السورة، نزلت بمفهوم إسلامي، ديما تقول نزلت، أنا نتكلم بمفهوم إسلامي، يعني ظهرت هذه السورة لكي تتبرأ من الكفار، خطر ياسر مسلمين ما يسمى معتدلين يقول لك هاو الإسلام هاو القرآن يقول لك لكم دينكم ولي ديني، ويعتمدون على هذه الصورة لكي يقولون إن الإسلام يقبل التعايش مع الآخر، وهذا غير صحيح. يعني هنا المسلم المعتدل غلط واللاديني غلط. اللاديني عندما يقول نسخت هو غلط، لأن ليس هناك إجماع على نسخها، ولكن نفس الشيء المسلم اللي يقول هذه الصورة تدعو للتعايش نفس الشيء هو غلط، لأن هذه الصورة عندما ترجع للتفاسير كلها فما إجماع عند كل المسلمين هي البراءة من الكفار. وتعرف أنتم مبدأ الولاء والبراء في الإسلام اللي هي قاعدة أساسية، أنك يعني توالي المسلم وتتبرأ من غير المسلم. إذن هذه الصورة لا تدعو للتعايش كما يدعي المسلمون يعني المعتدلون، ولا تدعي وليس هي منسوخة، لأنها تتكلم على وضع خاص في مكة وقع، فجاءت كإخبار معناتها وكبراءة من الكفار. هذه الآية الأولى. الآية الثانية اللي معناتها تتكلم، معناتها اللي يعتمدوها ياسر المسلمين المعتدلين في تبرير أن الإسلام دين رحمة، وهو لا دين رحمة لا شيء. الآية تقول لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي. فما ياسر يقول لك هذه الآية معناتها من اللي يؤمنون بالنسخ والمنسوخ إنها آية نسخت بآية السيف، يعني قاتلوهم يعني اقتلوهم، فهمت؟ يعني لازمك تكرههم، لازمك تجبرهم على الإسلام. ولكن وقت نرجع للآية هذه ونقرأوها ونرجع في السياق اللي نزلت فيه نلقاوها هي آية خاصة، ونرجع للتفاسير تتكلم على أهل الكتاب لا تتكلم على عامة الناس. يعني أهل الكتاب عندما يدفعوا الجزية وهم صاغرين، فهمت، ما تكرههمش على الإسلام. إذن وقت يجي مثلا المسلم المعتدل يقول لك لا إكراها في الدين، ويبدأ معناتها يقول لك هاو الإسلام معناتها ما يأمرش بإكراه الآخرين على الإسلام، لا، الإسلام لا يكره أهل الكتاب عندما يدفعوا الجزية، ولكن غير أهل الكتاب ما عندهمش خيار، يا إما يدخلوا في الإسلام يا إما الموت، خاطر يعتبروا معناتها خارج أهل الكتاب. ورغم اللي معناتها فما بعض المسلمين يقول لك معناتها أهل الكتاب لا تنحصر في اليهود والنصارى، وندخلوا معها الزردشتية، وندخلوا معها الصبائية، وندخلوا معها حتى ما يسمى البوذية والهندوكية، فهمتوا؟ حتى فما بعض معناتها بعض ما يسمى بالمسلمين المعتدلين يتكلم يقول لك حتى الملحدين، بيان سور الملحدين مش اللي معناتها ارتدوا على الإسلام، لأن هذه الآية لا تنطبق على الذين ارتدوا على الإسلام، فهمت؟ خاطر المرتد على الإسلام حكمه واضح في الإسلام هو القتل. لكن بصفة عامة نرجع لإجماع علماء المسلمين، هذه الآية فهمت تتكلم على أهل الكتاب فقط، لا تتكلم على بصفة عامة، يعني لا إكراها في الدين، يعني أي واحد خلي، خاطر الإسلام يؤمن اللي هو الدين الحق، ولازم على المسلم أن يهدي الآخر للحق. هنا وقتها ذكر القرآن آية الجزية، فهمت، وجعل حالة خاصة لأهل الكتاب أنهم يدفعوا الجزية وهم صاغرين، فهمت، خرجوا من هذه الإطار، يعني أنهم لا يكرهون على الإسلام. ولكن عندما نقول لا يكرهون
لا يعني أن لا ندعوهم للإسلام، بل نحاول أن ندعوهم للإسلام ولكن لا نكرههم على دخول الإسلام. هذه الآية الثانية اللي يتشدق بها المسلمين يعني المعتدلين ويقول لك لا إكراه في الدين. فهمت؟ يعني لو تقرأ الآية تفهمها وترجع التفسير بتاعها. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة تقول قل هو الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كثير من المسلمين المعتدلين يقول لك هو الله يخيرك، كان تحب تؤمن وكان تحب تكفر. يجي يرجع عليه اللاديني أو الملحد يقول له هذه الآية منسوخة. صحيح فما شكون نسخها، ولكن ليس هناك إجماع على نسخها. عندما نرجع للتفاسير ما فماش إجماع كبير على نسخها، لأن هذه الآية هي تهديد. لو ترجع لجميع التفاسير نلقاوها هي آية تتكلم على التهديد والوعيد. فهمت؟ يعني هي في الحقيقة لو تكمل بقية الآية تتكلم على العقاب كان تكفر. يعني كيما أنا نجي نقول لك امشي على اليمين ولا على اليسار، فهمت؟ لكن كان تمشي على اليمين هذاك اللي نحب وانا، ولكن كان تمشي على اليسار نحي لك والديك. وقتها انت معناتها تشيح لي ريقي كيما نقولوا احنا وما تحبش تسمع الكلام، تنقول لك مشيت ولا يجعلك مش مشيت، اما راك كان تمشي على اليسار نحي لك والديك. هاني انا قلت لك امشي على اليمين، كان ما تمشيش على اليمين تنوريك. هذا معناتها تفسير من التفاسير معناتها الموجوده. هما تفسير اخر يقول لك معناتها من شاء الله هداه ومن شاء الله فهمت لم يهدي. يعني هنا يتكلم عن الله، فهو معناتها يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اذا هذه الايه تتكلم على حاله، على تهديد ووعيد. ما نجموش نجي نقولوا انها نسخت بايه سيف. انا ذكرت لكم الثلاثه ايات هذم، وفما ايات بالعشرات اللي نسخايبوها يعني منسوخه، او قال كثير من العلماء انها منسوخه ولكن ليس هناك اجماع على نسخها. هذه معناتها لازمكم تعرفوها، لازم كل ايه ترجع لها وحدها، ما تتكلمش يعني مش كل واحد يقول لك ايه فيها السلم والتعايش. نعرفوا احنا ايات السلم والتعايش تقريبا تتجاوز 100 في القران، يعني يقولوا 120 124 ايه تقريبا معناتها، وكلها كلها مكيه. ما فماش ايه سلم وامان مدنية، كلها مكية. فهمت؟ هذوما الآيات، وهذوما اللي يعتمدوا عليها ما يسمى المسلمين المعتدلين باش يظهر لك الإسلام متفوق، معناتها يؤمن بالتعايش ويؤمن بالتحاب. وهذه كذبة، على خاطر محمد وقت دخل لمكة ما قال لهمش من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما قال لهمش لكم دينكم ولي ديني. فهمت؟ لا، وقت محمد دخل مكة فمكسر الأصنام. يعني قبل الإسلام كانت هناك حرية دينية واضحة. قبل الإسلام كل إنسان عنده رب ينجم يجي يحطه في الكعبة، حتى كانوا عدد معناتها الربوب اللي حول الكعبة تقريبا معناتها بعدد أيام السنة، يعني 360 ولا 364 ولا 65 صنم. والأهل قريش ما كانوش عندهم مشكلة مع محمد إنه يدعو للإسلام، راه ما عندهم حتى مشكل، يعني خاطر كانت هناك حرية. ولكن لماذا منعوه؟ لأن الإسلام كان يرفض الآخر. فأهل مكة قبل الإسلام كانوا يؤمنون بالحرية الدينية، وعندك الحق تجيب الدين بتاعك، تكون مسيحي، تكون صابئي، تكون زردشتي، تكون اللي تحب عليه أنت، فهمت؟ لكن بشرط أنك لا تمنع الآخرين من أن يمارسوا دينهم. فالإسلام وقت جاء محمد وقت جاء ظهر من الأول اللي هو يدعي الحقيقة المطلقة، وهذا اللي يخوف معناتها قريش، لأن قالوا كان باش نسمحوا لهذا الدين سوف يقضي على كل آلهتنا. هذاك علاش هما حاربوه، وما حاربوش على خاطر جاب دين جديد. هو حر يجيب أي دين، أي واحد ينجم يجيب دين، كانت فما حرية. وهذا ما دل عليه عندما محمد دخل المكة. محمد وقت دخل مكة ما قال لهمش لكم دينكم ولي ديني، فهمت؟ قال لهم يا اما تسلموا يا اما تخرجوا من البلاد يا اما نقتلكم، وكان من اهل الكتاب تدفعوا الجزية. يعني هذه مسألة واضحة. به نختم هذا الفيديو معناتها طويل شوية مع الأسف، نحاول راني باش يكون الفيديو قصير
ولكن ديما الكلام يعني ياسر مع الأسف ويكون شوية طويل الفيديو. على مسألة اللي ينكروا النسخ، بعض الأشخاص يتصوروا اللي القرآنيين ولا غيرهم ما يسمى بالمسلمين المعتدلين وقتها ينكروا النسخ إنهم يدعون معناتها إلى إسلام متفتح وإلى إسلام مسالم وإلى إسلام إنساني. في الحقيقة لا، ليس هذه الحقيقة، وإنما هؤلاء يعتمدون على فكرة التدريج والتقية. شو معناها التدريج والتقية؟ يعني يقولوا لازم الإسلام يبدأ، يعني نبدأ فيه توا كما بدأ من قبل. يعني مثلا نضربكم مثال، وقت نجيو نلقاو إنسان مثلا يشرب، ما نجيوش نقولوا له لا الشرب حرام، على خاطر وقت نجيو نقولوا له الشرب حرام هو ماهوش باش يدخل في الإسلام، ولكن نقولوا له تنجم تشرب ولكن لا تقرب الصلاة وأنت سكران. هذا هكاك نرغبوه باش ندخلوه في الإسلام، وفي نفس الوقت فهمت نعمل على أنه يبطل الشراب، ومن بعد نقولوا له راهو أن الشراب حرام. إذن هما لا يعتمدون النسخ أو لا يؤمنون بالنسخ والمنسوخ في القرآن، لأنهم يعتبرون ويعتمدون على فكرة التدرج. فهمت التدرج؟ وتقول لك مثلا معناتها لكم دينكم ولي ديني، وهذه مش منسوخة والنجم نتعايش مع غير المسلمين، يقول لك حتى لين نتمكنوا ونوليوا قوة. إذن النية متاعهم هي نية محمد في مكة، وهذا اللي يجعل أهل قريش يخافوا من محمد. لهذا ما يسمى بالمسلمين المعتدلين أو القرآنيين بالنسبة لي أنا أخطر من المسلمين الواضحين اللي ما ينكروش حقيقة الإسلام كما هو. خاطر هما هو الفرق من بيناتهم الزوز هي مسألة تكتيك. الاخرين يقول لك لا لازم نحارب ولازم نقتلوا الكفار، لازم نذبحوهم ولازمهم يدفعوا الجزية ولازمهم يعملوا، ما فماش حتى تردد، ولازمنا معناتها نجاهدوا في سبيل الله والجهاد وغيرها من الامور، يعني متحمسين. الاخرين يقولوا لهم لا، مش بهذا الاسلوب رانا باش ننشروا الاسلام، وانما لازم التريث وبالسياسه، ولازمنا نحاولوا مثلا نتعايشوا مع الغير المسلمين ونحاولوا باش نكسبوهم للاسلام وندخلوهم للاسلام بشويه، ومن بعد نوريهم حقيقه الاسلام. يعني هو خداع، الخداع الذي قام به محمد في مكه واللي تفطن اليه اهل قريش. أهل قريش تفطنوا إلى خداع محمد، أسلوب المرحلية في الوصول للهدف وهو الدخول في الإسلام وتطبيق الإسلام كما هو. إذن هوني حبيت نقول أن ليس هناك فرق بين الإسلام المعتدل والغير المعتدل، بين من يقول بالنسخ ومن لا يقول بالنسخ، وليس هناك فرق من بيناتهم إلا في الأسلوب والتكتيك في العمل من أجل إدخال الناس في الإسلام، لأن كلاهما الهدف متاعهم واضح، أن الدين الإسلامي هو دين الحق ويجب أن ينتصر على كل الأديان الأخرى بأي الأساليب، سوى بالجهاد والحرب والقتل والذبح والتدمير، سوى بالمراوغة والتقية والسياسة. هذا هو الفرق من بيناتهم. فالإسلام مثله مثل أي إيديولوجية معناتها إمبريالية تريد أن تسيطر على العالم ولها أهداف سياسية معناتها من أجل معناتها السيطرة والقضاء على كل اختلاف. إذن هذه المسألة واضحة وبينة، هذا هو معناتها حبيت نبينه على حول مسألة اللي ما يمنوش بالنسخ والمنسوخ. نظن المسألة واضحة، ومع فيديو قادم وسامحوني طولت شوية وبسلامة.